أعمال 17. تعدوا في أمفيبوليس وأبولونيا وجمة سالونيكي مكان مجمع اليهود، فدخل بولس بيهم حسب عادته وكان بيناقشهم ثلاث سبوت من الكتب، وهو بيوضح ويبين انه كان لازم ان المسيح يتألم ويقوم من وسط الميتين، وان ده هو المسيح يسوع اللي انا بنادلكوا بيه. فاقتنع ناس منهم وانحازوا لبولس وسيلة ومن اليونانيين اللي بيعبدوا امور كتير، ومن الستات الكبار عدد مش قليل. فغار اليهود اللي مش مؤمنين وخدوا رجال اشرار من اهل السوق واتجمعوا هيجوا المدينة وقاموا على بيت يسون وهم بيطلبوا يقوم للشعب، ولما ما لقهمش جروا يسون وناس من الاخوة الحكام المدينة وهم بيصرخوا ان دول اللي لخبطوا الدنيا جم هنا كمان ويسون استقبلهم، ودول كلهم بيشتغلوا ضد اوامر القيصر ويقولوا ان في ملك تاني يسوع. فازعلوا كل حكام المدينة لما سمعوا ده، فخدوا خفالة من يسون ومن الباقيين بعدين سبوهم. واما الاخوة ففي الحال بعتوا بولس وسيلة بالليل لبيرية، وهم لما وصلوا راحوا المجمع اليهود، وكان دول اوجه من الافتسالونيكي فقبلوا كلمة بكل نشاط، وهم بيدوروا في الكتب كل يوم هي المواضيع دي كده. فقامل منهم ناس كتير ومن الستات اليونانيات الوجهة ومن الرجالة عدد مش قليل. فلما عرف اليهود اللي من سالونيكي ان برية كمان نادى بولس بكلمة الله جم يعيقوا الشعب هناك كمان. فوقتها بعت الاخوة بولس في الحال عشان يروح البحر ولا حاجة، واما سيلة وتيموساوس ففضلوا هناك، واللي مشوا مع بولس جم بيه على اسينا، ولما خدوا وصية منه لسيلة وتيموساوس انهم يقولوا باسرع ما يمكن راحوا. وفين بولس مستنيهم في اسينا اتضايقت روحه فيه لما شاف المدينة مليانة اصنام، فكان بيكلم في المجمع اليهود اللي بيعبدوا واللي بيصطفوه في السوق كل يوم. فقابل ناس من الفلاسفة الابيكوريين والرواقيين وقال شوية منهم يا ترى ايه اللي عايز اللي بيهرج ده انه يقوله، وشوية قالوا باين انه بينادي بآلهة غريبة لانه كان بيبشرهم بيسوع والقيامة. فاخدوه وراحوا بيه لقرية اسباغوس، وهم بيقولوا نقدر نعرف ايه هو التعليم الجديد ده اللي بتتكلم بيه لانك بتيجي على ودننا بمواضيع غريبة، فعايزين نعرف يا ترى تبقى ايه دي. اما الاسانيين كلهم والغرب اللي قاعدين فما بيدوش لحاجة تانية غير انهم يتكلموا او يسمعوا حاجة جديدة. فوقف بولس وسط قرية اسباغوس وقال يا رجال الاسانيين، شايفكم من كل وش زي ما تكونوا متدينين قوي، لاني لما كنت بعدي وابص للمعبودات بتاعتكم لقيت كمان مذبح مكتوب عليه عشان اله مش معروف، فاللي بتلفوه انتم مش عارفينه ده انا بنادلكوا بيه، الاله اللي خلق العالم وكل اللي فيه ده اللي عشان ما هو رب السماء والارض ما بيسكنش في حياته المعموله بالايدين وما بيتكلمش بايدين الناس كانه محتاج لحاجه، لانه بيدي كل حياه ونفس وكل حاجه، وعمل من دم واحد كل شعب الناس يسكنوا على كل وش الارض، وحدد لهم الاوقات المعينه والحدود اللي يسكنوا فيها عشان يطلبوا الله يمكن يدوروا عليه فيلاقوه، مع انه عن كل واحد مننا مش بعيد لاننا فيه بنعيش ونتحرك ونتوجد زي ما قال شويه من الشعراء بتوعكم كمان، لاننا كمان من الخلفه بتاعته. فعشان احنا خلفة الله مش مفروض نفتكر ان الالوهية تشبه ذهب او فضة او حجر منقوش من عمل اختراع انسان. فالله دلوقتي بيأمر كل الناس في كل مكان يتوبوا من غير ما يبص لاوقات الجهل، لانه عين يوم هو ناوي فيه يحاكم الدنيا بالعدل براجل عينه، وهو قدم لكل ايمان لما اوامه من بين الميتين. ولما سمعوا عن القيامة من بين الميتين كان شوية بيتريقوا وشوية يقولوا هنسمع منك عن ده مرة تانية، وبشدة خرج بولس من وسطهم، ولكن الناس لزقوا فيه وأمنوا، منهم ديونوسيوس الأريوباغي وست اسمها دامروس وناس تانية معاهم.